الكنيزي رئيسة الجمعية المغربية للإسعاف والإنقاذ المدني. التواجد ديالنا في هذه التظاهرة الرياضية اللي هي من تنظيم الجمعية البحرية هو للوقوف عند أي خطر أنه ما يوقعش، فكإسعافات أولية أو كفرقيين. كذلك كنقدموا النصائح للي بارتيسيبون لتفادي أي حادثة ممكن توقع. التواجد ديالنا لمدة 3 أيام اللي هي المدة ديال التظاهرة احتفالا بعيد العرش. الحمد لله الاستراتيجية والعمل اللي خليناه واللي حطيناه الآن كيبان النتائج ديالو. حنا اليوم كتعطى الانطلاقة ديال هذا السباق اللي هو سباق وطني واللي كيشاركوا فيه الفريق الوطني الإماراتي. كنتمناو على أننا نكونوا نهيئوا نفوسنا مستقبلا، وهو اللقاء لأن هذا اللقاء الوطني يصبح لقاء دولي حتى نحتك مع أبطال عالميين وحتى يحتك أبطالنا مع أبطال عالميين، وهذا الشيء اللي غيمكننا أننا ممكن نكونوا حاضرين على المستوى العالمي والمستوى الدولي وحتى في اللقاءات الأولمبية. لأن لا يعقل أن المغرب له بحر كيلومترات من البحر لا يكون له أبطال في ذلك، وبالتالي هذه هو العمل ديالنا اللي الآن كنشتغلوا فيه على أساس أن النادي ديالنا يعطي أبطال، وغنجلسوا الجامعة على أساس أننا غنبداو نشتغلوا من الآن للسنة المقبلة باش يكون لقاء دولي ناجح. المبتغى اللي رسمينوه هو أن مدينة جريدة تبقى وتصبح وتصير دائما مدينة الأبطال في الزوارق الشرعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم سيف سعيد المنصوري من دولة الإمارات، الإمارات أبوظبي، نادي صلاة الإمارات، منتخب الإمارات. شاركنا في بطولة الشراع الجديدة الأول حاليا، والأجواء كانت ممتازة للشراع، هو كان متوسط. السلام عليكم ورحمة الله، اسمي محمد، جاي المركز الثاني، والأجواء كانت حلوة وخيرة.